نتكلم على كليان مبابي، طبعا النجم الفرنسي الكبير ونجم باريس سان جيرمان، يمكن مش من دلوقتي، فترات طويله من خلال السنتين اللي فاتوا في غموض حوالين انتقال مبابي ورحيله عن باريس سان جيرمان. طبعا عارفين كلنا ان مبابي كان كله يعني يتمنى الانتقال للنادي الملكي، وان فعلا ريال مدريد من خلال السنتين اللي فاتوا كانوا بيحاولوا التعاقد مع هذا اللاعب الكبير مبابي اللاعب الفرنسي لطبعا وجوده في ريال مدريد. كمان على الجانب الاخر مبابي كمان كان بيدي يعني كل شويه كده بيدي امال وطموحات انه هو من احلامه انه ينتقل لهذا النادي الكبير. خلينا نتكلم ان مبابي خلاص عقده خلاص هينتهي مع باريس سان جيرمان في الصيف القادم، يعني من حقه انه يوقع لاي نادي خلال الشهر الجاي، خلال يناير من حقه انه يوقع لاي نادي. ويمكن من خلال يعني مش هقول غموض، ولكن من خلال احاديث مبابي عن هذا الموضوع، يمكن هو قال انه بلغ اسرته بعد طبعا نهايه اليورو 2020 انه هينتقل وهيرحل عن باريس. الامور كمان خلال الفتره اللي جايه لغايه دلوقتي ما فيش تعاقد او ما فيش تجديد تعاقد من جانب باريس سان جيرمان لمبابي، لكن على المستوى الاداء هو بيحاول طبعا بيأدي، واحنا هنتكلم كمان على باريس سان جيرمان من خلال حلقتنا وعن الدوري الفرنسي وعن ميسي وعن اللي بيتكلم كمان ميسي بيتكلم عن طبعا بوكتينيو المدير الفني بطريقه يمكن غير احترافيه. لكن خلينا في مبابي ان هو في الفتره اللي جايه هو كمان من خلال اصدقائه بيقول ان هو سوف ينتقل الى نادي كبير. طبعا مبابي شارك الموسم ده مع باريس سان جيرمان في 21 مباراه، يعني سجل 9 اهداف من خلالها وصنع 13 هدف. طبعا مبابي اعتقد خلاص بقى قريب جدا من الانتقال الى النادي الملكي ريال مدريد.